النجمة مدلين طبر، كل رمضان وانت بألف خير. وانت بألف خير. شاطرة في البيع والشراء؟ في الشراء لا، في البيع. معقول؟ مع ان الستات احلى حاجة بيعملوها ان هم بيشتروا اي حاجة كمان. لا، ما انا على طول نشنت على الحاجات الكبيرة، ما نشنتش على فستان وكده يعني. الحاجات الكبيرة كده مش شاطرة، مترددة في الشراء. لكني شاطرة لو انا ببيع لحد يعني كمسوقة وكده شاطرة. ممكن حد يخدعك ويبيع لك حاجة اغلى من ثمنها؟ بمزاجي. بمزاجي. في ستات بتشتري من الحاجة اتنين. لا انا ما بعملش ده. وفي ستات بتشتري حاجات ملهاش لازمه. صعب، كل حاجه بشتريها بيبقى في دماغي اني انا لازم اوظفها في الدراما. لو كنت بعت ورد، مين اول زبون عايز يخش المحل وتبيعي له ورد؟ نجيب ساويرس. لو كنت بتبيعي كتب، ايه الكتاب اللي تعملي له دعايه كبيره جدا عشان تبيعي منه نسخ كتير؟ هعمل كتاب له علاقه بالميثولوجي او بالاثار، لان هي دي العوالم اللي بعشقها. وعشان كده احمد مراد مثلا في كتابه الاخير، ومعظم الكتب اللي عندي هتلاقيها كتب ليها علاقة بالأثار أو بالميثولوجي. في البرديات اللي عملهم سلماوي الكتاب الرائع، في كتب كثيرة صدرت ما فيش كتاب ما قريتوش. الكاتب يوسف السباعي عنده رواية اسمها أرض النفاق، من ضمن شخصيات الرواية دي شخص بيبيع مبادئ وقيم. لو كنت هتبيعي مبدأ أو قيمة للشعب المصري، إيه المبدأ اللي أنت حاسة إنه محتاج إننا نبيع له المبدأ ده أو قيمة؟ الاجتهاد. لأنه في خمول وكسل. تفتكري هيقبل على الشراء ولا محتاجة مجهود عشان؟ لا، عايزة مجهود كبير. إيه رأيك في المثل اللي بيقول اللي باعك بيعه؟ انا مع المثل ده، اللي باعك بيعه وانساه. حد اشتريتيه وباعك؟ كلهم. كل اللي اشتريتيهم باعوكي؟ بالظبط. مفيش ولا حد اشتراكي بعد ما اشتريتيه؟ لا بهرج طبعا، هم اصدقائي يعني. انت مثلا صديقي اكتر من 20 سنه بقى لنا اصدقاء، كسبت ناس كتيره، بس اللي انا حبيتهم يعني اللوف ستوريز اللي لم تستمر. طبعا انت بتكون اشتريت للبني ادم لما بتحبه ولما بتتجوزه ولما يعني، او حتى لو علاقه رسميه تصل الى ما قبل الجواز، فده معناه انت اشتريت عمره وزمن واهتمام وضيعت مجهود. فلما يحصل الفراق الصعب ده بيبقى بيع. باع ليه؟ احنا في زمن اقرب الناس بتبيع اقرب الناس ليها. مفيش خلاص، المثل والاخلاق، سيبك من الكلام اللي بيتكلموا ان احنا متدينين. لا احنا، لانه التدين لازم يكون الحقيقي بانك انت تكون بني ادم. هو البني ادم اختفى، بيتكلموا عن اي دين يعني. اعتقد انه ده من وجهة نظري انه ربنا يعني this is about time انك تزهق مننا وتنهي بقى البشريه وتبتدي صفحه من شغل جديده. مثل بيقول اللي معاه قرش يساوي قرش، ايه رايك؟ صح فعلا، للاسف. طب واللي معاه فلوس تحيره ويشتري حمام ويطيره، برضه المثل ده صح؟ لا، مش هيعمل يطير الحمام، خلاص الموضه قديمه، اتس اولد فاشن. شال كامل الشناوي عنده عباره بتقول اشتري الحب بالعذاب. هو العذاب لازم يكون ثمن الحب؟ الحب طول عمره معذب. معذب للاسف، بس هو جزء من التركيبه انه انت تحب تاخد العذاب معاه يعني باكج. لو شفتي فاتوره عمرك بتحسي بايه؟ مش عايزه اعيدها ومش عايزه اعيش الحياه دي تاني يعني، عايزه اعيش واحده تانيه معرفش مين، بس مش دي خلاص. اغلى بند في الفاتوره دي كان ايه؟ اغلى بند اني اخترت تكون محترمه. العلاقه بينك وبين الفلوس، حب من طرف واحد ولا من طرفين؟ ايه، حب بالقطاره بالنقطة كده عملت لقطة حب فظيعة. التاجر لما يفلس بيفتش في دفاتره القديمة، انت كده؟ لا، ما انا من النوع اللي هو ما ببصش لورا يعني، بنسى بعد ما مش بنسى. انا فرضت على مدلان قديمك يترمي، ولو بصيتي ما تعرفيهوش. فكرة في راسك بقت خردة وعايزة تبيعيها لبياع ربابيكيا يعني. ما حبيش حاسة انه في حاجة خردة. انا عايزة حظ، بس الافكار اللي عندي ما زلت مؤمنة انها افكار غير عادية واستثنائية، وعدم تحقيقها لا يعني عدم جدواها، انما يعني بانه ما جاتش وقتها او ما جاتش الفرصة بتاعتها. لو عشت علاقة انسانية وباظت، تبيعيها ولا تشتريها وتخليها في صندوق الذكريات؟ ايه، انا بياعة. أنا ما عنديش وقت الكلام ده، اللي بيغلط باي خلاص، ما اعرفش. مشاعرك ممكن تتعرض للإفلاس؟ للأسف. تشحنيها ازاي؟
بالسفر. قولي لي نعمل ايه مع الناس اللي بتبيع لنا شعارات كدابه؟ اوف بقوا كتير قوي يا 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 عيب قوي يعني، بقوا منافقين يعني. عيني عينك، انت عارف انا عشت الثوره هنا، انا ما رحتش وانا نزلت الميدان مرتين ثلاثه في عز الازمه وبعدين في الثوره وبعدين في 30 يونيو. فكل الكدابين اللي كانوا مع الاخوان بقوا فجاه كده بقدره القادر يعني متحولين، وفجاه بيبقوا ناصرين، وفجاه بيبقوا ساداتيين، وفجاه يعني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ممكن تسير في حاجه ما ترجعهاش ابدا ضميري، وهنا التدين بيبان الحلو. عمري ما امد ايدي اخد شعرايا. تقولي لمين اشتروني واشتروا خاطر عيوني زي ما بتقول ورده؟ ما عادش في مدير محطه تلفزيونيه مثقف واعلامي عشان اقول له اشتريني، لانه كلهم تجار او جايين من بره الوسط وجايبين لنا شويه زملاء مش طايقين الزملاء دول حد يقسمهم، يعني ما حدش هياخد مكانكم. فهم بيرفضوا الناس الذكيه والتالنتد وبيبعدوهم، ما بدهمش فرصه انه يطلعوا يقدموا، بيجيبوا التافهين عشان دول يقدروا يسيطروا عليهم. اكتر حد حاسه انك مدينه له؟ طبعا لا شك الله يرحمه بابايا وعرابي الله يرحمه الليسي. لو كنت هتشتري قرار ممكن يساعدك ويسعد غيرك يكون ايه؟ اشتري قرار يساعدك ويسعد غيرك. يسعدني ويسعد غيري وقرار اني اكون في موقع اعلامي اقدر انا اعمل فيه افكاري، لانه انا اي هاف اي فيجن اعلاميه، لانه انت عارف اني انا ماجستير اعلام وعندي رؤيه. انا من الستات الابديتنج ذيم سيلفز، ما سبتش نفسي اعجز واصدي. فانا هسعد غيري لاني هلتقط المواهب، عيني نظيفه في الالتقاط، وهعرف اقدم حاجات حلوه للميديا. يعني السؤال الاخير، لو فكرتي جدلا انك تبيعي قلبك تحبي يكون الشاري مين؟ مين اللي يشتري قلبي؟ ايوه قلبي مش للبيع، لا قلبي ولا جسمي. انا متمسكه جدا بعظمه ونقاء ذلك الجسد اللي بحترمه، اللي لما حد بتسال مادلين تبر يقول لك محترمه قبل ما يقول لك موهوبه. لا لا لا، دي كلفتني كتير، قلبي وجسمي مش للبيع. بس انه هل في بني ادم يستاهل قلبي يعني ابيع له قلبي؟ طبعا خالتي. خالتي بعشقها. ربنا يخليكم لبعض وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب.